وسط أجواء من السكينة الروحية، احتفلت كنيسة مارشر بالمارونية في عمان بعيد مارمارون، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه راعي الكنيسة الأب جوزيف سويد، بمشاركة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكي الكاثوليك في الأردن، والنائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر، والقائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي، وراعي الكنيسة الأسقفية العربية القس فايق حداد، وجمع من الكهنة والرهبان والشمامسة، وبعض المسؤولين الرسميين، وعدد من أبناء الرعية والضيوف. وقد أحيت ترانيم وأناشيد القداس الجوقة المارونية بأجل ألحان السريانية الجذابة، وخلال القداس الإلهي تليت النوايا ورفعت التقادم الرمزية التي تشير لتماسك الكنيسة حول مذبح الرب. لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي، خصيلة يكيلني وبياها راحتي يريدني. جدودنا بهالشرق كانوا الخميرة، كانوا الملح، كانوا النور. كتير مرات سمعتوا فيهم هالكلمات، كانوا علامات خارقة وفارقة، وكمان شبيبتنا ورجالاتنا اليوم مدعوين، انتم كلنا سوا مدعوين نحافظ على روح رسالة يسوع بقلوبنا، والشعار اللي سلمنا إياه قداسة الحبر الأعظم البابا الكبير يوحنا بولس الثاني القديس، لمن قال عن لبنان لبنان أكثر من وطن هو رسالة. واسمحوا لي زيد أضيف مسيحيي هالمملكة عليهم أن يكونوا حبر الرسالة. لذلك دعوتكم كبيرة إخوتي، كتار سألوني شو بهن مسيحيي لبنان؟ جوابي كان بسيط جدا، مسيحيي لبنان تآمروا عليهم كتار، دياب كتار حطوا عينهم على هالوطن، حبوا يمصوا دمه، بس ما لازم نخاف. الرب قالنا ما تخافوا، أنا معكن، وأنا عسقة إخوتي إنه شبابنا ورجالاتنا مستعدين يرجعوا ينفضوا الغبار وينتفضوا ويحصنوا بيتهم وكنيستهم وحياتهم.